يتفقد اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يتفقد عمل تركيب كوبري السيارات العائم الشهيد أحمد منسي بمنطقة نمرة 6 بالإسماعيلية الذي يربط بين ضفتي قناة السويس. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة أون لايف دينا حويدق. دينا صباح الخير، أبرز تفاصيل هذه الزيارة. صباح الخير رجائي. بالفعل يعني بتنطلق احتفالات الخاصة بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية تزامنا مع عيدها القومي الموافق 16 من أكتوبر الجاري، وذلك لتخليدا لذكرى أبناء محافظة الإسماعيلية وما قدموه من تضحيات لهذا الوطن، وامتدادا أيضا للاحتفالات الخاصة بذكرى 44 لحرب 6 أكتوبر المجيد. يعني محافظة الإسماعيلية لها شكل خاص في الاحتفالات حيث بيوجد بها العديد من المشروعات القومية والتنموية كما تعلم بها صحارة سيرابيوم وأنفاق قناة السويس وقرية الأمل بقنطرة شرق وأيضا مدينة الإسماعيلية الجديدة اللي بتحوي العديد من الوحدات السكنية والمشروعات الاستثمارية وأيضا المشروعات القومية بالطرق ورفع الطرق وكفاءة الطرق والمحاور. ومن ضمن الاحتفالات اليوم اللي هنشهدها بعد قليل هي زيارة إلى الكوبري العائم كما ذكرت في الخبر، واللي اطلقت عليه هيئه قناه السويس الشهيد احمد المنسي اللي راح ضحيه تفجير لقوات مسلحه في سيناء. هذا الكوبري بياتي ضمن العشر كباري اللي هيئه قناه السويس تعتزم على تنفيذهم في قناه السويس للربط ما بين الشرق والغرب، وهذا الكوبري بياتي الكوبري الثاني بعد كوبري بورسعيد كوبري النصر العائم. هذا الكوبري اللي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر العام الماضي، ولكن كوبري الإسماعيلية بيتميز بأنه أطول وأعرض بحيث بيبلغ طوله 3 كيلو والعرض 115 متر، وبيربط ما بين مدينة الإسماعيلية القديمة وقناة السويس الرئيسية وقناة السويس الجديدة يعني. وأيضا بتشهد اليوم محافظة الإسماعيلية زيارة تفقدية لوزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، حيث بيبدأ زيارته بهنا من ديوان عام المحافظة، يكون في استقباله اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من قيادات التنفيذية بالمحافظة، وافتتاح حضن المشروعات هنا بالمحافظة منها حديقة الشيخ زايد بالمحافظة اللي بتأتي ضمن تطوير المنظر الجمالي والحضاري بالمحافظة، وأيضا افتتاح نفق مشاه جامعة قناة السويس. يعني كل هذه المشروعات سيتم افتتاحها إلى جانب الفعاليات اللي بتأتي على هامش احتفال محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي. الزميلة دينا حويدق من محافظة الإسماعيلية نشكر لك كل هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا